تحية لكل المرأة السودانية يجينا وبتعجبنا فعلا واللي بتدينا أدوار عظيمة من خلال ما تقوم به من تفاصيل مميزة سواء كان في بيتها سواء كان في عملها سواء كان في المجتمع السوداني ككل، واللي احنا دائما بنقول انها هي العمود الفقري لأي مكان هي تكون موجودة فيه، ويكفي انها هي داعمة وباثة للأمل وناثرة للسعادة والفرح في محيطها وين ما كانت. المرأة السودانية هي بتكون أكيد عندها بصمتها الواضحة اللي بتضع. احنا الليلة حنكون في حضرة واحدة من السيدات العظيمات، سيدة سودانية استطاعت انها هي تتغلب وتقهر الصعاب والكبوات اللي واجهتها في حياتها من خلال المرض، وقدرت انها تكون رسول للتوعية والثقافة في المجتمع السوداني، وقدرت انها هي تدينا احساس بالامل في كل المحطات الممكن تكون فيها شيء من الحزن ومن التعب ومن الألم ومن اليأس، والمعروف إنه المرض هو ضعف في وقت ما في لحظة ما، إلى إنها بالقوة وبالإرادة وبالعزيمة قدرت إنها تتخطاه. المجتمع السوداني أو العالم ككل انتشر فيه في فترات زمنية متعاقبة السرطان، واللي بقى هو فعلا سرطان في مجتمعنا السوداني، وبقى حتى في البنية المجتمعية موجود في كل بيت في كل حي في كل أسرة بنلقى إنه في مريض السرطان. لكن التوعية بمرض السرطان، كيف نحن نقدر نتخطى الفترة العصيبة اللي بتمر بينا، مش بس للشخص المصاب بالمرض لكن لكل أفراد أسرته. مريم عبد الرحمن القريش هي تجربة تستحق إنه إحنا نرفع عليها القبعات ونرحب بها في صباحات الشروق. أهلا وسهلا بك يا مريم، صباح الخير عليك. مرحبا بك أستاذة أمل، مرحبا بصباحات الشروق، التحية عبركم لكل الشعب السوداني العظيم وبالأخص المرأة السودانية في على امتداد البس في الفرقان والأرياف وفي البوادي والحضر. التحية للمرأة السودانية العظيمة القوية مش بتقهر المرض، بتقهر كل مشاكل الحياة اللي بتمر بها. احنا من الحته دي ذاتها حنمشي للحواشات وحنمشي لغابه البان وحنمشي للبساتين، ودي ذكريات طفوله موجوده في الجزيره ابا حيث النشأة، واللي كان عندها تفاصيل العزيمه والقوه اللي احنا شايفينها الان بالضروره هي تشبعت بها وتشربت بها من خلال الجزيره ابا. كلمين عنها. انت رجعتيني للمراحل، مراحل الصبا الباكر زي ما قالوا. دائما زمان الناس بتشيل الاطفال بتطلعهم للبوادي برا، فانا الحمد لله نشأت في البوادي ونشأت في الجزيره قبل، كانت النشأة والميلاد كل مراحلي التعليميه كانت فيها، والجزيره ابا منطقه ساحره، منطقه جميله مكتسيه بالخضره تحيط بها المياه من كل جانب، كانت منطقة جميلة جدا، واحتمال ده يكون أثر في شخصيتي. يعني شخصية ممكن مشبعة ومليانة. مشبعة مشبعة ورويانة من موية النيل الأبيض، ويعني ده أثر فيني لقدام وأفادني لما أنا مريت بظروف صعبة، احتمال الكلام ده كله يكون كان عنده أثر كبير. يعني بعدين الأسرة والأهل والمعارف والشارع الممكن يكون هو عنده أيوة علاقة قوية أيوة بأنه طفولتك أيوة كانت مليانة بتفاصيل، كانت مليانة بتفاصيل، كان مليانة بناس جميلين جدا لغايته ما بيتكرروا تاني. يعني من بداية من أسرتي الصغيرة، الحي اللي كنت ساكنة فيه، المدينة الكبيرة، مراحل التعليم، الناس اللي تقابلنا معاهم في المراحل المختلفة، كان لها الأثر كبير في الإنسان. بعدك مشينا لربك. ايوه، انتقلت الاسره في عام 93 لربك، قريت فيها الثانوي، ومنها جيت لجامعه ام درمان الاسلاميه كليه العلوم والتقانة باسم علوم كيمياء. علوم كيمياء دي طبعا احنا بعدك حناخد فيها مساحه كبيره باعتبار انه علوم كيمياء هي كان عندها دورها الكبير. نعم. في انك انت تقدري تتعرفي على تفاصيل ممكن تكون في المرض وساعدتك فيه. نعم. اول لحظه عرفت فيها مريم انها هي مصابه بالسرطان. والله يا أستاذة أمل سبحان الله، يعني أنا زمان لما عندي اهتمام بالجانب الصحي عموما وبتابع البرامج الصحية في التلفزيون، ومن ضمن الحاجات اللي كانت بتشدني شديد الكانسر. يعني أنت لو أصبت بالملاريا بتاخد علاج الملاريا دي في أسبوع بتقوم، وصبت بأي فيروس بأي يعني أسبوعين أنت بتقوم. طيب ده شنو المرض الخطير اللي أنت سنين بتتعالج منه
وعلاجه يعني بيترك أثر في الإنسان. يعني كان عندي اهتمام بالجانب ده شديد، وكل ما كان يكون في التوعية في أكتوبر أنا كنت بتابع الكلام ده وبشوفه وبشوف حالات، وبالذات يعني كان بشدني شديد الكانسر بتاع الأطفال. يعني لما نشوف لي طفلة كده شعره واقع، ويعني الكلام ده كان مؤثر في نفسياتي شديد. فسبحان الله يعني كان أنا من في 2018 أنا أصلاً كنت خارج البلد لظروف شغل زوجي وكده، خارج الخرطوم يعني. فيوم في التلفزيون جايبين التوعية عن سرطان الثدي، يعني كانوا بيقولوا في الأعراض مثلاً في وخز زي كده بيجي، في شنو في شنو. فأنا من ضمن الحياة كان عندي يعني زي وخز كده في الثدي، فانتبهت للحتة دي. ويعني مرات الزول بيوسوس مش، فقلت انا احتمال يكون عندي كانسر ما معروف. فقمت طوالي ومشيت الدكتور، الكلام ده في 2018، وعمل لي فعلا موجات صوتيه للثدي. قال لي الثدي ما فيه حاجه. قال لك النتيجه نظيفه ما فيها؟ النتيجه نظيفه، نتيجه الموجات الصوتيه ما فيها حاجه، لكن انا كنت حاسه. بعدين كان في كتله، والكتله دي كانت يعني ممكن تقول عليها كتله هشه في الثدي، اللي هو ده في الاخر انا عرفت انها دي كانت اكياس لبنيه كانت موجودة. فالدكتور لما عمل لي الموجات الصوتية قال لي لا انت سليمة ما في شيء، وسكتت على كده. في 2019 بالتل كبيرة امتحنت الشهادة السودانية وجينا للجامعة هنا. فالضغط بتاعي بدأ يرتفع، فقمت مشيت لمركز صحي جنبنا بقى يقيس لي في الضغط، وقال لي كل يوم تجي تقيس الضغط وشنو. انا قلت له يا دكتور في الاخر قال لي تبلعي حبوب الضغط، فاصلا ما عندك اي طريقه وتكلم معي بقى ثابت معاك. اي باعتبار انه الضغط كل يوم مرتفع. قلت له لا يا دكتور كده اشرح لي الاسباب اللي بتخلي الضغط يرتفع شنو. فقال لي لو في مشكله في الكبد، لو مشكله في الكلى، لو مشكله في القلب، بعض الاورام السرطانيه قال لي بتعمل ارتفاع في الضغط. ولا زالت الكتله هي موجوده لحد الوقت ده؟ الكتله موجوده، والكتله يعني هشه. ما يعني معلوماتي انا عن الكانسر انه الكتله بتكون قاسيه شويه، وممكن انت يعني تحدد بيدك. فانا يعني بس كنت اخذت الكلام ده كده في راسي انه انا ممكن اكون مصابه بالكانسر. فطوالي خليت الدكتور داك وعملت كل الفحوصات، الغده الدرقيه والرسم القلب والوظائف الكلى، كل الفحوصات نظيفه. في الاخر قمت مشيت لدكتور جراح وقلت له يا دكتور عندي كده كده كده. فالدكتور بعد ذلك قام وجهني قال لي اعمل موجات صوتية، امشي لمركز متخصص عنده جهاز الماموجرام، جهاز طبعا حديث وبيوضح صور للثدي من جوانب مختلفة. فلما مشيت فعلا الدكتور من مجرد الصور بتاعت الماموجرام جاته قال لي فعلا تحت الاكياس اللبنية في ورم سرطاني. أيوة مريم، الخبر ده ممكن الناس كثير ما تقدر تاخده بذات الإيمان اللي أنت أخذته وبذات البساطة اللي أنت تكلمت لنا بها عنه. نعم. بالنسبة لك أنت كنت متقبل الوضع. نعم. كيف كان وقع الخبر على أولادك وزوجك وأسرتك في البيت؟ والله طبعا كان الوضع عليهم قاسي جدا. يعني زوجي أولادي يعني في عندي اختي بتقول لي لا الكلام ده ما صح، لانه انا كنت بمارس حياتي الطبيعيه وما كان ظاهر علي شيء. طبعا هو الكانسر ده خبيث. ليه خبيث؟ لانه ما فيه الم في مراحله الاولى بالذات، ما فيه الم. يعني انا ما كنت بحس باي الم، بمارس حياتي الطبيعيه يعني. بس سبحان الله ربنا الهمني انه انا امشي اعمل الفحوصات دي واثبت انه فعلا في بدايه كانسر. فانا والله لما الدكتور قال لي، وكان هم معي الاستاذه فاطمه القريش واختي الكبيره، فقالت لي لا انت تمشي وتعمل فحوصات برا وما عارف شنو. قلت لها عيني انا الماموجرام ده جهاز حساس جدا وصورته دقيقه يعني. فالدكتور قال لي عشان انت تتاكدي تجي تشيلي عينه ونعمل لها تزريع. فعلا وجيت شلت العينه، والعينه اثبتت انه فعلا في كانسر. طبعا نحن بيكون عندنا امل جوانا انه تطلع النتيجه غلط. أيوة. يا رب النتيجة تكون ما صح. أيوة. يا رب التشخيص يكون أيوة. غلط. أيوة. لكن كونه أنه يثبت أنه التشخيص هو يعني صحيح، دي بالنسبة لها كان ممكن تكون هي المحبطة. أيوة. لكل الناس، ودي اللي بتأثر على الحالة النفسية بالنسبة لهم. أيوة. كيف كانت حالتك النفسية في الوقت ده تحديدا؟ أنا طبعا وقع الخبر يعني هو في البداية أنا حمدت الله سبحانه وتعالى واسترجعت
وعارفة المرض من رب العالمين، وربنا أنزل الداء وأنزل الدواء والله، وما جاتني في أي لحظة من اللحظات إنه أنا ممكن ما أتعالج. يعني أنا بس خطيت كده خلاص أنا حأتعالج حأقاوم السرطان، حأجتهد في يعني جوانب نفسية في نفسي أنا. طبعا الناس لما انت تقول لهم مصاب بالكانسر الناس طبعا بتخد في روح الموت وبتخد الحاجات الكعبه وممكن المرض يتطور. لا، انت وانس ما اكتشفت المرض انت شوف مطلوب منك شنو، اتقرب من الله سبحانه وتعالى لانه الله سبحانه وتعالى هو الكاشف للمرض، وشوف الجانب الطبي. فانا كنت لما نمشي الدكتور والدكتور يقول لي يلا مفترض نعمل عمليه، مفترض يعني شرح لي جوانب المرض كلها. قل لي العمليه يا مريم، احنا بعد ما اكتشفت انه هو كانسر، الفتره الزمنيه اللي اخذتيها من انك انت تتقبل المرض لحد ما تمشي الدكتور وتبدي مرحله العلاج؟ انا بديت فورا في العلاج، ما توقفت خالص. يعني من الفحوصات لحد ما الدكتور حدد لي العمليه، يعني انا في يوم 20/12/2019 الدكتور قال لي انت مصابه بالكانسر. طيب يا دكتور المرحله الجايه شنو؟ قال لي لانه الورم مقاسه صغير حنبدا لك بالعمليه. طبعا انا ده كان مفهوم خاطئ عندي انه مفترض انا ابدا بالعلاج الكيميائي، لكن لما وكنت يعني قلت لي يا اخي ما اسلم، الناس بيجوا كانسر بده علاج كيميائي، مو متخيل انه دائما بده العمليه بتبدا في الاول. وطبعا ده اي انسان عنده حاله محدده، يعني ما في ناس بيبدا لهم بالعلاج الكيميائي، اي بروتوكول علاج لاي حاله مختلفه حسب حالتك الصحيه، حسب حجم الورم، يعني الحاجات دي كلها الدكتور بيخدها في اعتباره. فالدكتور قال لي يوم 27/1 بعد طبعا من يوم 19/12 من يوم 20/12 لحد يوم كلها كانت فحوصات. طبعا بتجرى فحوصات للجسم كله، موجات صوتيه للبطن والرنين المغناطيسي وحاجات كثيره يعني، ومسح العظام وكميه والدم، فحوصات عامه شامله للدم، حاله المناعه، تحضير للعمليه. فيوم 27/1/2020 انا عملت العمليه، وبعد ذاك ما استمريت في العلاج. مرحلة العملية هي مرحلة صعبة، يعني ممكن ناس كثيرة هي بتقول أنا خلاص حأدخل عملية معناها ما حأطلع من غرفة العمليات. نعم. والتوتر الممكن يكون مصاحب لها مش بس لك أنت، حتى للأسرة وللناس من حوالينك. أنا عاوزة أتوقف في الحتة دي تحديدا وفي المرحلة دي، بأنه تأثير الناس اللي حواليك سواء كانوا هم أسرتك الصغيرة أو أسرتك الكبيرة ممكن يكون هو محبط لك أو ممكن يكون هو داعم لك. طبعا يا استاذ امل، اول حاجه انا لما اكتشفت بالكانسر انا غير اسرتي ما كلمت اي زول. في ناس محبطين وفي ناس يعني ما بكونوا عارفين ابعاد المرض شنو، وفي ناس يعني المعلومات دي غايبه عنهم. انا ابتعدت عن اي زول ممكن ياثر في نفسياتي بصوره سلبيه، ركزت على الناس الايجابيين جدا في حياتي وما تكلمت. يعني حتى لما الناس يجوا يلقوني انا ماشي الدكتور جاي من الدكتور بقول لهم عندي عمليه عيانه كده، ما في الاول ما اصرت الكلام وركزت على اسرتي واسره زوجي، اخواني واخواتي بس اللي كانوا يعني كانوا قريبين مني شديد، ولانهم هم ذاتهم كانوا حالتهم النفسيه يعني صعبه شويه كويس، لانه باعتباري انا عندي اطفال صغار، عندي طفله عمرها سنه ونص لما انا وصلت بالكانسر، والحاله يعني كانت شويه صعبه. فبعد ذاك العمليه كانت ايام الكورونا الصعبه ديك، وما في زول يعني حتى انا بعد عملت العمليه ما في زول زارني. انا عملت العمليه بت براي في المستشفى، يعني كانت لحظات صعبه بجد، بس زوجي دخل اطمأن علي وطوالي طلع، يعني حتى الناس ما قابلوني. وطبعا احنا الشعب السوداني بعاطفتنا الجياشه دي لما الناس تزورك بتخفي، هو متعب للمريض لكن بتخفي عنك. انا بالضبط عاوزه النقطه دي يا مريم، بانه احنا بنحب نساند بعض، يعني ودي الحاجه الموجوده عندنا كتكاتف اكثر من انها هي ممكن تكون يعني دايرين يعرفوا انت وصلت لياتو مرحله، دايرين يعرفوا انه انت اطمئنوا عليك بصوره كبيره. لكن في الفتره دي فتره صعبه جدا. الحاله النفسيه لمريم انا مصره جدا لانه اوصل للمشاهد الكريم انه هي فعلا ممكن تكون عندها تاثير العميق في انك انت تقدري تمشي في خطوات العلاج لقدام، او انك تحبطي في فتره ما وتحسي بانه خلاص الحياه دي وقفت هنا في اللحظه دي، لحظه عرفت المرض لحظه صعبه جدا، لحظه قررت لك عمليه هي لحظه اصعب، والاصعب منهم لحظه انه يكون عندك عمليه وما في زول يقدر يكون موجود معاكي في المرحله دي. المرحله دي تحديدا كيف قدرتي تتجاوزيها وانت كنت موجوده براكي في المستشفى وحتى ما قادره تشوفي اولادك، ما قادره تعرفي هم وضعهم كيف،
وما قادرة وما في زول قادر يزورك. أيوة والله يعني هو كان يوم صعب خالص. هو طبعا أنا بيت في المستشفى يوم واحد اتعملت العملية، اليوم الثاني أنا الصباح طلعت. فكان صعب يعني لأنك أنت شنو محتاج الناس محتاج، وفي نفس الوقت أنت محتاج الراحة ومحتاج الدعم النفسي يعني. فأنا والله يعني في حاجة عايزة يعني دي مفخرة لكل سوداني، الشعب السوداني ده يعني شعب ما بيتكرر في كل العالم بعاطفتنا دي. يعني انت ما تتخيل لما انا يجي الناس يقول لك يا اخي انت قوية، انت بتقدري، انت بتقدري تحاربي، انت استمري، يعني دعمي نفسي منقطع النظير. يعني انا مرة قريت في دكتور في سوداني كان عايش في اوروبا قال لما يجي يوصل لمريض كانسر انه عنده كانسر في اوروبا كانت بالنسبة له مشكلة. احنا الحمد لله الايمان عندنا وبنسترجع دائما وبنقول الحمد لله، ما هو الموت ده اجل، الموت اجل، انت بالسرطان بتموت وغير السرطان بتموت، فانت استمر في العلاج. يومك تم بالسرطان الحمد لله، اتعالجت الحمد لله. فانا دي كانت الحاجه اللي بتقويني والحمد لله رب العالمين، يعني تجاوزت المرحله دي بسلام الحمد لله. العلاج الاشعاعي والكيميائي بعد كده دي بقى المرحله الاصعب. يعني يا أستاذة أمل ما تتخيل العلاج الكيميائي ده، يعني مهما الإنسان وصف لك التعب والإرهاق والألم النفسي، يعني أنا بركز على الألم النفسي أكثر من الألم الجسدي. يعني سبحان الله علاج هو في نفسه مرض، علاج لكن في نفسه مرض مرهق جدا، مرهق جدا. الشعر بالصاقط، الرموش، الجلد بتغير لدرجة الأظافر، الطعم في الحلق، الخشم جاف كويس، وانت بالكلام ده كله لازم تاكل ولازم تشرب عشان تقوي مناعتك عشان تستعد للجرعه الجايه. انا طبعا كنت باخذ ادوني 4 جرعات احترازيه او وقائيه، وكانت كله 3 اسابيع. يعني باخذ الاسبوع الاول ده انا كله بكون راكده، يعني غير اقوم امشي الحمام واصلي ما كنت بعمل حاجه كله الاسبوع من بدايه الجرعه لحد نهايه الاسبوع. لما ننتهي الاسبوع ببدا بستعيد عافيتي شويه وبقدر اتحرك، بقدر اكل، بقدر اشرب عشان تاني انا استعد للاسبوع اللي بعده. وطبعا العلاج الكيميائي بياثر في الخلايا الحيه والخلايا المصابه، عشان كده بينهك الجسم بيرهق شديد، يعني بيكون في عدم تركيز، يعني الراس بيكون لافي، الجسم بيكون تعبان مرهق، يعني احساس. بس الحمد لله رب العالمين. يمكن انت وريتينا معلومات نتيجه لخلفيتك اللي انت قريتيها، وانا عاوز ارجع لنفس النقطه اللي قبل قلت لك انه حنتكلم عنها لاحقا عن دراستك لعلوم الكيمياء. نعم. والعلاج الكيميائي يعني هل ساعد في انه انت تكوني عارفه تفاصيل يعني نعم. دقيقه داخل العلاج الكيميائي، او ساعدك بصوره او باخرى بانه انت تقدري تواصلي في مرحله العلاج الكيميائي تحديدا؟ نعم، دراستي للكيمياء فادتني شديد. يعني انا كنت لما امشي الدكتور اول حاجه، انا لما اكتشفت المرض الدكتور قال لي كانسر طوالي، جيت دخلت جوجل عملت بحثي عن المرض، ويعني بقيت الدكتور يجي يقول لي حاجه انا طوالي بجي بخش وبستغف عنها. انا يعني حتى التركيبه الكيميائيه للكيماوي ذاته انواع بالمناسبه، والعلاج ذاته يعني فيه تراكيز محدده. يعني كل دراسه الكيمياء خلتني انا افهم الحاصل شنو، يعني افادتني دراسه الكيمياء شديد في فهم المكونات الاساسيه للعلاج الكيميائي. عملت عنها بحوث، شفت حالات، شفت تجارب كثيره. قدرت انك تثقفي نفسك براك يعني؟ قدرت اثقف نفسي، وفي الحته دي لازم، يعني لازم الناس المعلومات غايبه عنها تماما في الكانسر، ما عندهم معلومات عنها، ما عندهم معلومات عن العلاج الكيميائي. الناس بيبقى عارفه اثره شنو في جسمك وشنو، لكن ما عارفه داخل العلاج الكيميائي ده في شنو. والعلاج الاشعاعي؟ ايوه، بعد خلصت العلاج الكيميائي اهو 4 جرعات خضعت لعلاج اشعاعي في مستشفى الخرطوم للاورام، ودي كانت تجربه كمان مختلفه جدا، لانه انا في المركز اللي كنت بتعالج فيه مركز الثدي كان بس متخصص في الثدي، يعني بلاقي حالات بتاعت ناس بس مصابه بالكانسر وعرفت تجاربهم. انا لما مشيت خضعت للعلاج الاشعاعي وفي مستشفى الخرطوم للاورام اللي هو الزره،
يعني شفت حالات مختلفة للكانسر، في الغولون وفي المستقيم وفي الغدد الدرقية، وشفت حالات مختلفة واطلعت عليها. كيف كان العلاج الإشعاعي بالنسبة لك؟ يعني الكيميائي احنا تعرفنا عليه من خلال التراكيب، نعم. وكيف انه انت تجاوبتي معه. العلاج الإشعاعي هو ذاته شنو، ممكن تشرحيه لنا؟ العلاج الإشعاعي جهاز اصلا بيستخدموا فيه عناصر مشعة بتخش في جسم الإنسان في الخلايا الدقيقة جدا بتأثر فيها، يعني هو بيتم بعد العمليات دائما. وفي ناس يعني قبل العمليات برضو بدخلوهم للعلاج الإشعاعي عشان يقلل الورم ويجمعه، فكان يعني ما مرهق زي ده، فيه تعب وفيه إرهاق، لكن بس جهاز اللي بتكون راقد فيه وبسلط عليك في منطقة الورم ذاتها في منطقة العملية، بسلط عليك الجهاز تاخذ منه الاشعه المشعه دي. جميل. في المرحله دي تحديدا يعني لقيت كثير من الناس، وقدرت تعرف انه في انواع ثانيه من السرطان اللي هم كانوا بياخذوا معاكي بنفس الطريقه الجرعات. الاتزان، ميزان الحاله النفسيه لك وللاخرين ممكن يختلف بصوره كبيره. ممكن ناس يقدروا يتقبلوا الفكره، وممكن ناس لا، يكون بالنسبه لهم هو خلاص منتظرين يومهم. أيوة. انا كده وصلت لاخر مراحل حياتي ومنتظر يومي. المرحله دي تحديدا يا استاذه مريم، انا عاوزه اتعرف على انه في كثير من التجارب الموجوده والان هي ممكن تكون متابعانا او حتى ذويها واسرهم متابعين لنا. الرساله اللي ممكن تديها للناس في المرحله دي تحديدا، لانها مرحله صعبه جدا، مرحله انك انت حتتعافى ولسه ما تعافيت، انك انت حتجي للحياه مره ثانيه ولسه ما قدرت تمشي لها بنفس الطريقه اللي كنت موجود فيها زمان. والله يا استاذ امل، انا كل ما كنت امشي اقابل، يعني بنكون كده مثلا في الانتظار، انا كنت يعني بنتونس بالحالات. اي زول عايز يحكي تجربته ويحكي المرة به ويحكي الحاصل به. يعني انا في تجربه اصلا ما انساها، في لما كنت في مستشفى الذره لقيت سيده كان عندها كانسر في المستقيم وكان الحجم كبير جدا، فتخيلي يعني بثت فيني كميه من الروح الايجابيه وكميه من الامل. اول حاجه كانت في كامل زينتها، ما شاء الله، كانت في كامل زينتها. الكلام ده كان بعد عيد الاضحى، فانا لما شفتها كده انا تخيلتها مرافقه، ما تخيلتها المريضه. فلما بديت اتكلم معاها وكده، فيعني كانت بتقول نكات، بتضحك، مبسوطه جدا برغم ان حالتها كانت سيئه جدا. فانا لما كنت اشوف الحالات دي واشوف حالتي انا قاعده اقول الحمد لله. يعني انت لما تشوف الناس الاصعب منك، وبالمناسبه الناس اللي في البيوت يا ريت لو يطلعوا يمشي يشوفوا المستشفيات دي الحاصل فيها شنو. يعني في تجارب، في قصص عجيبه. وانا من هنا برضو والله بوجه اجهزه الاعلام، يعني الدور التوعوي كده، شوفوا اطلع من الاستوديوهات دي شويه، شوفوا المستشفيات دي فيها شنو، شوفوا تجاربهم واحكوا عنها عشان الناس تشوف، يعني تستشعر المرض ده وتشوف التجارب الحقيقيه والناس دي مكافحين قدر شنو. انا يعني كانت تجربتي بسيطه، يعني هي ما بسيطه شديد، لكن الحمد لله المراحل كانت اولى قدرت اتجاوزها وقدرت اتجاوزتها. لكن في ناس يعني تجاربهم كانت يعني ارهب مني شديد، لانه بتذوق يعني هو تخيل زول عاملين له عمليتين، خاضع لكم علاج ولسه الجسم ممكن يكون ما استجاب للعلاج، وبعد ده بيتونس وبيضحك وبقول في نكات ولسه عنده امل في الحياه ومقبل عليها. عشان كده انا قلت الموت ما نهايه المطاف. انت استمر في علاجك، استمر في حاجاتك، وربنا سبحانه وتعالى. ايوه استاذه مريم، في النقطه دي تحديدا، بانه في كثير من الناس ممكن هم تجيهم رهبه ورعب، بالذات نحن في السودان يعني للاسف عندنا علاج السرطان ممكن يقطع في وقت محدد، ممكن تمشي ما تلقى الجرعه اللي انت عاوزها، ممكن الدكاتره حتى ما يكونوا موجودين. كثير من الصعاب اللي ممكن تواجه مرضى السرطان تحديدا، وفي مختلف انواع السرطان سواء كان ومراحل العلاج برضه المختلفه. انا عاوزه اتعرف على التغذيه الممكن تكون موجوده، الممكن تكون هي داعمه. مرضى السرطان محتاجين لانواع محدده من التغذيه وفي فترات مختلفه، يعني انت كل فتره محتاجه لانك تتغذي تغذيه غير، ومحتاجه حتى بالمناسبه في ناس ممكن يكون التكاليف بتاعه التغذيه هي ما عندهم. والله يا استاذ امل، يعني في ظروف السودان المعروفه دي العلاج الكانسر مكلف جدا، علاج الكانسر مكلف جدا. يعني اثناء انت بتخضع للعلاج الكيميائي عايز تغذيه محدده كويس، يعني عايز بروتين عشان ترفع الدم، عايز يعني فواكه خضار يرفع المناعه، الاكل مكلف جدا.
وفي ناس ظروفها يعني صعبة شديد يعني، والله أنا يعني وقفت على حالات يعني حالات صعبة شوية. فالناس بتركز على يعني ممكن أنت تكون عندك ذاته ثقافة غذائية، يعني أنت بتكون مصاب بالكانسر بتاخد في علاج كيميائي، ما في ثقافة، أنت ما عارف تاكل شنو، ما عارف تشرب شنو كويس، وهو أصلاً أنت نفسك مسدودة، حلقك في البلع فيه مشكلة، الطعم في الفم فيه مشكلة، يعني دي مشاكل المفترض الناس تتوعى عليها. ما أي حاجة هي ممكن ما أي تنفع حاجة مستساغة خالص، يعني حتى الـ 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 الأكل اللي فيه الحديد أنت بتذوق طعمه مختلف خالص، يعني الطعم متغير شديد. ويعني في المرحلة الأولى بالذات الأسبوع الأول لما تاخذ الجرعة وكده، يعني حكاية التغذية دي صعبة شديدة، عشان كده بتكون عاوز يعني الأكل يكون مغذي، يعني حتى الوجبة اللي أنت بتاخذها لازم تكون مغذية. احنا خلينا نتعمق اكثر، يعني في ناس بيتابعونا ممكن يكونوا هم ما عارفين نوعيه الاكل دي شنو. برضو السكريات ممكن تكون هي بالنسبه لك سلاح ذو حدين. أيوة. البروتينات اللي ممكن تتناولها هي شنو، كلمينا بصوره اكثر تخصصيه في انه شنو الحاجه اللي بتنفع معك انت كمريض سرطان ممكن تاخذها. ايوه، مريض السرطان اول حاجه مفترض يبتعد تماما عن اي شيء مصنع، لانه المواد المصنعه دي فيها مواد حافظه، مواد حافظه في نفسها هي بتسبب الكانسر كويس. في الدواجن مثلا اللي بتاخذ هرمونات فيها مشكله كبيره جدا. طيب الناس تاكل يعني تاكل الاكل الطبيعي، الاكل المصدر الارض، يعني الخضار، عندك الخضار بكافه انواعه، الورقيات، الجزر، الالوان الجميله اللي بنشوفها الخضار دي الناس مفترض تركز عليها، لانها فيها البيتا كاروتين، البيتا كاروتين بترفع المناعه، فيها فيتامين اي، كلها فيتامينات المحتاجه انت بتلقاها في الخضار كويس. يعني تتجه للاكل الصحي اكثر، تبتعد عن الزيوت المهدرجة. الزيوت المهدرجة دي مشكلة، القلي والتحمير والحاجات دي تبتعد أصلاً عنها. احنا شعب بنحب الحاجات الدسمة، بنحب المحمر شديد وبنحب الحاجات الدسمة دي، مفترض تبتعد عنها. السكريات، السكر ده مفترض الإنسان يوقفه تماما، الأبيضين يعني السكر والملح، وبرضو العصائر، العصائر دي تشربها بطعم الأساسي. ونحن سبحان الله يا أستاذ أمل ربنا حبانا بحاجات جميلة، منتجات سودانية أصيلة، يعني أنا ما بتخيل زول يجيب لي عصير مجفف ويشرب وإنت عندك تبلدي، وعندك عرديب، وعندك دوم، وعندهم قيمة غذائية كبيرة، قيمة غذائية فيها عناصر غذائية، مواد طبيعية ما دخل عليها أي سماد، ما دخل عليها أي أسمدة كيميائية، أنت بتاخدها وبتقويك وبتقوي مناعتك. أنت ليه يعني بقروشك تشتري الحاجة اللي بتضرك؟ وفي متناول اليد، يعني القنقليز متوفر في كل الأسواق، المنتجات الغابية، حاجاتنا البلدية، الدوم، اللالوب، النبق، الحاجات دي كلها متوفرة وفيها مواد مفيدة جدا للإنسان في صحته. يعني ده مفترض يكون الستايل لايف بتاع الناس، يعني بدل انت تتجه للحاجات المصنعة انت تتجه للحاجات الطبيعية اللي بتستفيد منها. وانا الحاجة المحزنة المحزنة شديدة الأسئلة انا بشوفها، يعني في اغلب المدارس اطفال صغار يعني بتلقاهم شايلين المواد الملونة الغازية بكل مسمياتها، دي سموم، انا بعتبرها سموم، يعني انت بتمشي بتشتري لطفلك سميات، مواد ملونة غير السكر واللون ما فيها شيء، ما فيها أي قيمة غذائية للطفل. حتى الشوكولاتات اللي بتكون أصلاً إحنا تواريخ صلاحيتها ما عارفينه، بتجينا كده بأطفال الشيبسي بكل أنواعه، الحاجات دي مفترض الناس تقلل، الحاجات المصنعة، كل الحاجات المصنعة، حتى اللحوم المصنعة بكل مسمياتها الناس تبتعد منها. أرجعوا لأكلنا الطبيعي، أكلنا الزمان، قراصة، العصيد، الويك بتاعتنا دي شفتوا يعني أجمل منها. الأكل السوداني، الأكل السوداني. تجربة الكانسر يا أستاذة مريم تجربة صعبة جدا. نعم. يعني بكل اللي فيها من صعوبة ومن ألم ومن يعني رهق، سواء كان لك أو للحواليك. نعم. إلى أنها تجربة بتديكي دفعة في الحياة وبتديكي خلينا نقول أنك بتتقهقر شوية لتنطلقي أفضل. نعم. أنا عاوزة في من خلال التجربة دي مواقف. نعم. وبالضرورة مواقف ممكن تكون أثرت فيك تأثير عميق، يعني حتى ممكن تكون غيرت من تفصيلة حياتك، غيرت من تفاصيل في حياتك. أنت ممكن تكوني قبل الكانسر وبعد الكانسر مريم ممكن تكون زول اختلفت. المواقف اللي مرت بك في المرض. نعم، أنا أحكي لك يعني لما كنت في عملت العملية، هو موقف محزن شوية، معليش يعني بعتذر للمشاهدين، الدنيا صباح وكده. فكانت رفيقتي في العملية
ربنا يرحمه ويغفر ليها، توفت عز صلاح الدين، وانا بتمنى انه زوجي او اولادي يكونوا بيشوفوني. فكان سبحان الله بتديني دافع معنوي وبديها، يعني كنا نايمين معاه سوا في غرفه واحده، وكان بنتجاذب الحديث وتعارفنا، يعني بالرغم انها ليله واحده وتعارفنا واخذنا ارقام تلفونات وبقى في تواصل بيننا. انا لما جيت اخذت الكيماوي هي اخذته برا من المركز اللي انا بتعالج فيه، هي اخذته برا. فالايام دي كانت ايام الكورونا، وهي سبحان الله الورم كان حقها بسيط جدا، حتى هي ما عملت ازاله وما عملت استئصال كامل للثدي، بس شالوا لها منطقه الورم. فهي كانت مره كبيره شويه في السن، فاصيبت بالكورونا. مع اول جرعه كيماوي تاخذها اصيبت بالكورونا. فانا ده موقف ما بنساه. فقامت بنتها، لما انا لقيت بنتها في الحاله كانوا بفتشوا لها في غرفه بتاعت عنايه مكثفه وكده وما لقوا. فتاني يوم بنتها رفعت الحاله ان امها توفت. فالصباح انا لما اتصلت عشان اواسي بنتها، فكانت بتقول لي يا خالتي مريم امي ما ماتت بالكانسر. سبحان الله. بتقول لي يا خالتي مريم امي ما ماتت بالكانسر، فده كان موقف هزاني جدا. ويعني انا البنت اللي انا مفترض انا اقف معاها امها متوفيه، هي كانت الواقفه معي، يعني كانت بتدعمني وبتقول لي امي توفت للكورونا وكده وكده وكده. فانا بحيي الاستاذه هند بنتها، ربنا يرحم امها ويغفر لها، يعني كان ده موقف مؤثر جدا. اللهم امين. واحنا برضو بنترحم على كل مرضى الكانسر اللي توفوا، وده ما معناه فعلا انه المرض هو نعم. اللي بيقتل، اللي بيقتل هو اليوم نعم. زي ما بقولوا حبوباتنا نعم. رغد واخوانا وابو رغد، برضو احنا بنحيي رغد، هي موجوده معنا من خلف الكواليس نعم. اولادك ممكن يكونوا هم برضو سند ودعم لك نعم. الفتره اللي كانت مرت بها، ممكن يكون اي مريض كانسر هو بمر بها، ممكن تكون بالنسبه لك في البيت شويه ربكه حاصله. طبعا اكيد فراغ الام هو فراغ كبير جدا نعم. ممكن تخلفه في البيت نعم. كونه انه البيت هي تسد الخانات او تسد المساحات في البيت، دي برضو حاجة تجربة مختلفة عاوزينك تتكلمي عنها. والله يعني دي الفقرة اللي أنا كنت منتظراها. وأنا نحن في عادتنا السودانيين بنقول لك إن شاء الله يوم شكرك ما يجي. أنا من هنا بحيي زوجي العزيز الغالي الأستاذ أبو رغد مبشر محمود علي بقادي. يعني تخيلي إنه أنا بكون ماشي معايا النهار في المستشفى والقعدة المستشفى والفحوصات والجري والعملية والإرهاق كل البدني ده، وعندي طفلة صغيرة عمرها سنة ونص، مفترض أنا عندي عامل العملية تبعد مني، تكون عايزاني أنا أبوها يكون شايلة مساهر بها الليل. يعني تخيلي تعب متواصل الليل بالنهار، ده غير دعمه النفسي الكبير لي، وكان يعني بيتكلم معاي وانت قادره وانت تستطيعي وانت، يعني كان دعمي حقيقي، يعني سند حقيقي. فانا بقول يا ربنا يمتعك بالصحه والعافيه. احنا بنحييهم كلهم والله بلا فرق. رغد كانت ممتحنه شهاده سودانيه، تخيل انها بتصحى الصباح المدارس فاتحه بتعمل لاخوان الشاي والسندويشات وبتطلعهم من المدرسه وبتمشي مدرستها، بتجي راجعه من المدرسه بتلقى البيت زي ما هو، قامت بدور الام كويس. يعني اختي، عندي اختي سعاد برضو ربنا يديها متعب بالصحه والعافيه، جات قعدت معي فتره برضو، هي استاذه المدارس فتحت مشت، قامت رغد بالدور، رغد اخذت لها دور فتره هم محور ثلاثي كده، يعني فاطمه اختي استقالت من شغلها، جات قعدت معي، جابت ولدها مع اولادي في المدرسه وبقت قاعده معانا على طول. دي لما جات يعني رغد شويه ارتاحت، يعني ديل كانوا داعم اساسي، يعني لولاهم احنا بنحييهم والله كلهم نعم. يا مريم نعم. وبنحيي كل اللي بيكونوا ساندين لنا في مواقف نعم. كثيره في حياتنا بتمر بينا، ودي اللحظات اللي بيقولوا فعلا محتاجين فيها السند الحقيقي نعم. نعم. في كثير من المساحات اللي احنا كان حابين انه نتكلم فيها، لكن للاسف الزمن هو تسرب من بين يدينا. لكن انا عاوزاكي في 30 ثانيه لو سمح لنا شاكر، لانه شاكر بيقول لي ما في زمن نعم. الرياضة بالنسبة لك هي مهمة شديد نعم. أو مهمة حتى لمرضى الكانسر نعم. أدينا نصيحة صغيرة كده للناس اللي بيتابعونا. طيب من العملية، أنت من أول يوم دخلت العملية مفترض تبدأ رياضة، لأن المنطقة دي منطقة عضلات، تعمل رياضة لليدين، والرياضة عموما طبعا بترفع المناعة والمشي
والحاجات دي كلها مهمة، لكن بس عندي حاجة بسيطة. أنا والله دايرة أحيي أسرة زوجي الشيخ صادق علي بقادي لدعمه الكبير لي والدعاء اللي كان ما بتوقف، بتمنى له تحية الصحة والعافية، وبشكر الأستاذة منال أستاذة جارتي يعني كانت بتساعدني في التوعية أسي في الأسرة وفي القعدة مع الجارات، كانت دعم حقيقي بالنسبة لي. إحنا شاكرين لك كثير مريم عبد الرحمن القريش، وتجربة حقيقية تستحق إنه يتوقف عندها، تجربة عميقة وقوية، وهي حواء السودانية بذات القوة وبذات العنفوان وبذات الإرادة القوية والعزيمة اللي احنا دائما بنتابع. عليك التحية ولكل حواء السودانية في كل مكان ولأسرهم الداعمين لهم، نحن بنحييهم تحية الصباح من خلال صباح الشروق.